السلام عليكم. واش إدارة تشيلسي هي اللي كانت سبب ما خلاتش الانتقال ديال حكيم زياش لباريس سان جيرمان، أو إدارة باريس سان جيرمان هي نيت براسها اللي ما خلاتش انتقال ديال حكيم زياش للصفوف ديالها، أو القانون الميركاتور الشتوي هو اللي كان سبب في عدم انتقال ديال زياش لباريس سان جيرمان؟ البارح زياش مع الصباح شد الطائره ديالو ومشى لباريس سان جيرمان باش يسيني العقد ديالو مع باريس سان جيرمان. حكيم زياش كيلعب مع فريق تشيلسي من احسن الفرق العالميه، وربح معاهم تشامبيونز ليغ، وربح معاهم اليوفا سوبر كوب، ودا معاهم كاس العالم للانديه. بعد كاس العالم قطر اللي شفنا فيه المقابلات ديال المنتخب الوطني المغربي واللي كانوا فيها اللعابه ديال المنتخب، عطاو قوه جسديه للوطن ديالهم وللفريق الوطني ديالهم، وهذا هو اللي خلى انتباه الفرق العالميه بان اخص وبالاخص حكيم زياش اللي كانت عليه اعين ديال المدرب ديال باريس سان جيرمان. cette information oui le club travaille sur Ziyech mais Ziyech aujourd'hui à l'heure où je vous parle à l'instant T est un joueur انه ينضم للفريق الفرنسي. كان غادي يلعب مع احسن فريق في العالم، هذا احسن فريق في العالم اللي كيضم ميسي ومبابي وايضا المغربي اشرف حكيمي. هنا غادي خصنا نفهموا ما هو الميركاتور. الميركاتور كيكون جوج مرات في العام، كيكون الميركاتور الشتوي والميركاتور الصيفي. والفاول الميركاتور هو انه الوقيته فاش كينتقل اللعابه من فرق لفرق. مثلا غادي يجي زياش من تشيلسي غيمشي لباريس سان جيرمان، هذا غيمشي لهذا الفريق، هذا غيمشي، وهنا في كيتبعوا اللعابه، وهنا في كيكون الفرق بين انه بقرق. وردوا معايا البال مزيان في هذه النقطه. هذه الميركاتور ديال الصيف ديال هذا العام بدا نهار 10/6/2022 مع 12 ديال الليل. غادي ركزوا معايا مزيان. والميركاتور الصيفي بدا نهار 10/6/2022 وسنه نهار 1 سبتمبر مع الوحده ديال لي. الميركاتور ديال هذا العام الشتوي اللي بدا في 1 يناير 2023 مع 12 وسالا البارح نهار 31 يناير مع 11 ديال الليل و 11:00 ديال الدقائق. باريس سان جيرمان قبلات وتشيلسي قبلات انهم غادي ياخذوا زياش وغادي يمشي الانتقال ديالو وغادي يمشي يلعب في باريس سان جيرمان. قال لك سيدي مع 49 دقيقة باريس سان جيرمان صيفطات العقد لتشيلسي، مع 10:46 دقيقة أول 10:49 دقيقة أول 10:50 دقيقة باريس سان جيرمان كيعيطوا لتشيلسي باش يسنيو العقد ديال حكيم زياش وما كيجاوبوش. 10:55 دقيقة تشيلسي صيفطوا وثيقة وعقد غلط وما مسينيش، هادشي راه دارتو تشيلسي. ومع 10:55 دقيقة تشيلسي صيفطو العقد من باريس سان جيرمان ومسيني وحكيم زياش لتشيلسي. مع 10:58 دقيقة تشيلسي قالو ليهم اودي راه صيفطنا لكم العقد كان بيس جواند في الايميل. كيقلبو فاش لقاو عاوتاني غلط وما مسينيش، وتال 11:03 دقيقة عاد غادي باريس سان جيرمان يوصلهم العقد مسيني مريقلي. ومع 11:04 دقيق باريس سان جيرمان صيفطات الكونترا لايف بي كيلوف دوفون بول لاي اف بي بول برو، ترفضات الكونترا وقالوا لهم راه الميركاتو تسد هادي 4 دقيق، نتوما تسالى الميركاتو عاد صيفطوا لينا. دابا راه 4 دقائق خلات زياش ما يمشيش وما ينتقلش لباريس سان جيرمان. 4 دقائق كانت سبب في عدم انتقال زياش من تشيلسي الى باريس سان جيرمان. الوقت لو تيم 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 از تيم، ماشي دايو انتو ولا طال من ورا العشاء، هذاك راه ماشي توقيت.